كسبنا 3 نقاط وصلنا لنقطة 57 من 23 مباراة. عندك مباراة أخرى يوم الجمعة، بعدها هيكون في 10 مباريات، ولكن مباراة يوم الجمعة، مباراة بيراميدز، واحدة من المباريات المهمة في ظل ان انت بتلاعب المنافس المباشر ليك في الدوري العام. شايف المباراة دي ازاي؟ بشوف المباراة اكيد بستة بونت. لما بنتكلم ان انت بتاخد من بيراميدز، لو ان شاء الله حققت المكسب، بتاخد من بيراميدز 3 نقاط، وانت بتضيف لنفسك 3 نقاط. لكن انا بشوف الضغط الاكبر هيبقى على بيراميدز، هيبقى على بيراميدز اللي هو مطالب دايما بالمكسب. لكن النادي الاهلي بيعرف يكسب، النادي الاهلي بيعرف يكسب، والفتره الاخيره ده كان الضغط الاكبر على فريق بيراميدز. النادي الاهلي جاي من بعيد بيحقق كل 3 نقاط، النادي الاهلي بيحققهم بيقرب من بيراميدز، وده النفس الطويل اللي ما يميز النادي الاهلي ان هو بيلعب لحد اخر مباراه. ما يميز النادي الاهلي اوضه لبس النادي الاهلي بالجهاز الفني ان هو بياخد كل مباراه بمباراتها، اللي هي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، كل مباراه بمباراتها. وده اللي شايف بنسبه كبيره مركزين في اللعيبه، مركزين في اللعيبه بالجهاز. مهم جدا ان انت عايز تكسب بس بهدوء، مش بتسرع. هو مباراه بنتكلم ب6 نقاط، لكن عوامل الخبره اللي هتبقى موجوده عند لعيبه النادي الاهلي دي اللي هتحسم المباراه. في فرق كابتن اسلام، وانا رايح للمكسب بروح بتسرع، ممكن اتسبب في اخطاء، لكن ببقى حريص جدا في نفس الوقت ان انا ازاي اعرف اكسب، ما استعجلش على المكسب، ممكن الهدف يجي في اي وقت. صحيح. الخبرات اللي عند اللعيبه، طريقه لعب الراجل، هو فرض اسلوب اللعب اللي دايما بنتكلم فيه، مهم جدا مع فرقه صغيره او فرقه كبيره، انت بتنزل تفرض اسلوب لعبك، تلعب شخصيه الاهلي، وده ان شاء الله يرجح كفه لعيبه النادي الاهلي. بيراميدز فريق جيد، كيف يلعب نادي بيراميدز؟ هو دايما منظم، هو فريق منظم، دايما عنده مفاتيح لعب بيقدر يعتمد عليها، اهمهم مصطفى فتحي، فخري لقاي، راجل افريقي اللي عندهم، انا بشوف من اقوى الخطوط وليد الكارتي في نص الملعب، عامل توازن بشكل كبير جدا لفريق بيراميدز، من اللعيبه التقال، من اللعيبه التقال في نص الملعب. اعتقد ان الراجل حتى كمان بالنسبه لهم هو عامل اوضه لبس جيده في نتائج. فاعتقد الراجل المدير الفني فارق معاهم كتير الحقيقه، عامل لهم شخصيه كده، عامل لهم شخصيه، عامل هدوء حتى في الفرقه، في نظام، في التزام، عشان كده هي دي القمه الحقيقيه. يعني القمه الحقيقيه بين فرقتين اهلي وبيراميدز، على مجموعه اللعيبه الموجوده هنا وعلى مجموعه اللعيبه الموجوده هنا، اكيد هنشوف مباراه حلوه يعني. اكيد.